خويا كتسمعني شدة بروفيسيونيل كورة هادو ياك؟ لا هادو نتاوي هادو ذكر هادو جوج نتاوي وهادو ذكير هادو ذكير هادو حتى تشدو مزيان باش تشوف شيخ هادو ذكير هادو نتاوي هادو نتاوي التحميرة راه باينة ياك؟ التحميرة باينة راه خيش العين الراس يكون مختلف في الراس تا الراس كاين اختلاف هادو كيبان راسو كبير على اخرين كيبان الراس ديالهم بحال مجموعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي كما ماشي موالفين يعني كنا جينا واحد النهار لهذا السوق هذا اللي هو سوق الأربعاء وجينا اليوم إن شاء الله باش نتلاقى مع الأخ طائل حسون المغربي أخ عزيز والأخ شاردو أخ اسماعيل جينا منا أننا نزور الإخوان ونديروا واحد البريكة ومنا نجيو إن شاء الله نقول لكم السوق ونتمنى من خوت وكنشكر كاع هادوك اللي كيدعموا القناه ديالي وراه بهذوك التعاليق الزوينين باش انا كنجي وكنحاول اننا نضربوا شمال تحياتي لكم وخوت درهم 100 درهم وقال ياك تما دارين سيمان دارين سيمان 100 درهم هادو شحال عندهم قال 50 واحد هذه هذه 25 فوقاني ديال 250 درهم غير المنقاره وكلهم كلشي الاخرين 150 الاخرين 150 درهم مزونين ولا اخر هذا خدم دار بس 6 شهور هذا 250 درهم 6 شهور هو 200 درهم بيع ديال الكاير قنار هذا بيع 200 درهم ديكار داوي يسمعوا شلون هو ميتشي ها قول النمره خويا 07 اللهم يسر خويا ابراهيم بخير كشولا بونجور خير الطياره هذا شحال عندو عامي اللهم بارك كاين جوج في الشاب بحال هذا هو كسوار اللهم بارك خويا نفس المركز ياك نص المرقد لا عندهم عامي الثمن ديالو شحال هذا 500 بحال هذا بحال هذا وكاين قرع قرع فرينا كاين هذا القرع هذا هو قرع شحال عنده هذا؟ تا ولد العمل هذو كلهم تقريبا ولد العمل هذو بلا عندهم عامل هذا 400 وهذا 300 هذا 400 درهم وهذا 300 شمت لهم كنت عاطيهم هذا هذا كلام ودانين ودانين كيف هذا هذا خلاو هذا خلاو 200 درهم دول شحال عندهم تقريبا عندهم شي شهر وشي حاجه وهذا عنده 3 شهور راه عنده 4 شهور هذا عندهم شي شهر وشي حاجه هذا عنده شهر 10 هذا ما شهر 10 تقريبا دابا غتكون شي 5 شهور ولا غادي نتيوا غادي 5 شهور الثمن هذا قلت لهم قلت لهم 200 درهم غادي نتيوا راه تبارك الله كتقول لي مصفي يا شيخ مصفي عندها عامين عامين الثمن ديالها شحال 150 لا قد هذوك التوات خلوي 40 درهم دابا شي حاجه راه راه تقول النمره با ابراهيم 06 25 84 19 21 اللهم يسر ضرب حجر سبيته اللي بغى شي حاجه اللي بغى شي حاجه في سبيته صورين ذكرى 200 درهم بلاقه 200 درهم بلاقه مزيان 200 درهم بلاقه مزيان عنده عامين هاي عنده عامين اللهم صفر سبعة
حتى لا صاحبي كيعرف الزوان من الزبيبه. دابا لا عرف لا عرف اجيب حالات. شوف عرفها هضره غير كان غادي يلوح غادي يلوح يطوع. شوف ماشي شد الراس شي هو كعاس راه كنقول لكم هذا راك عاص ها هو غي غيتعصب حيد امه من القفز غيعاود لي ثلاثه غيحيد امه صح يبيع عند الوطاط انا ها 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 وجبت هذا درت لي وقت جبت هذا شنو قول لي قول لي دابا هذا مولفو يلا مجدود بيومين اللهم بارك الله ما نكذب عليك يا ما قلتش لما التحيات الطير هذا تحيه خويا الله يحفظك تحيه واحد الدري هشام جمعي يا خويا هذا هو طواط يلا مشدود بيومين اللهم بارك اللهم بارك سمعتي تحيه هشام جمعي هو مولاد الوطواط سمعتيني قال لي الا شديتيه باش تعرفوا راه وطواط ديالي عطيه جوان قال لي شدو من اللي يدك وكلاه عرفوا راه ديالي قال لي وسير بيعو الله يسهل عليك الزوال ديتو لي البارح باش نردو ليه ما بغاش ياخذو في شكل خونا تا هو في شكل لا الدري صاحبي حاتين ها هو راه جبت ملي عطيتي ملي عطيتي جوان شدو ولا ما شدوش اه شدو كي شديتو ضربتو في القفص عطيتو الجوان باش بقيت عاقل على الهضره اللي قال لي هو سمعتيني وانت دابا راه شوف الفيديو مني راه في حجره راك عاق راه شي جدا اللهم بارك الله يسخر اخويا الله يحفظك الله اخي يوسف الطير هذا راه عنده عامين ونص باغي يتزاوج الطير صف كلام اه صيد كلام وكريه ما باغي يتزاوج باش منو خدام في الكريه لا لا عمرني جربته ولكن فيه الملامح تاع الخدمه فهمت انا عمرني جربت كبير اه اصلو جدار باش يقرا اصلو جدار يعني هو كبير تبارك الله اه راه كبير دابا هذا راه جدار غيكون ديجا عطي تفارق في الخلع فهمتي تفارق في الخلع ونجا دوز في سميتو يعني عنده ليكسبيريونس في الحياه كيما كنقولو شما ديرو شحال اخويا حسن 700 درهم 700 درهم اللهم بارك على جيتي تسنط الاخ حسن راه غني على التعريف اخ حسن راه ديما مول كنتولاو معاه مرحبا اخويا قول لنا قول لنا اخويا حسن 6 06 51 73 94 19 كاين شي فراخ اخرين ولا كاين اللهم يسر شحال عنده؟ يلا خارج من الدار اول دار اول دار اول دار يعني عنده شي عام وشي حاجه عنده تقريبا شي دوير ست اشهر الثمن ديالو شحال هذا؟ هذاك الثمن ديالو 45 450 اه وكاين شي واحد اخر كاين هذا ياك شحال عنده هذا حسن؟ هذا قرا ولد العام من كلام اش من كلام ما عطيه في كلام ولد العام كم ديالو شحال؟ 55 550 550 اللهم يسر خويا حسن الله يحفظك انا حسن ديال الملفات يا خويا خليك كرر ولا واش يجيو هاي بغا يجاوب
صفي وقعد هاندو شي عام قرب ولا صور قيه ها الصحيه يلا خالد هذا فيك يتكلم شمسها وفي سنيتر وين النمرة؟ 13 53 23 94 والأخ راشد اللي بغا شي حاجة هذا النمرة ديالو السلام عليكم كيدراك كشولا ولا ودا الوطوات شحال عندو عندو عامين عامين اصلو جدار اصلو جدار ايه دابا هذا ما كياكلش الدود من الليل الثمن ديالو شحال لكن ما كنعطيش ليه بزاف ما كطيش الدود بزاف الثمن ديالو شحال هذا شي البيع هذا الاولى اللهم يسر وكاين هذا ياك ديالي ماشي ولوال براي ولوال كيكون صغير ولوال الشتر ديالو جريه هذا راه وليد هذا لا راه وليد راه يقدر راه بان لي راه وليد هذا راه وليد راه بالي ولوال براني انا مازال حي داك الشاط ياك يعني هذه الفصيله كتفرش يعني قبل من الطيور واش ولي كيحمر كيحمر هنا كيحمر صدرو سميتو بو محمد ركز معايا كابي صابي صوتي الشتر ديالو تبارك الله الرحمن ولوال ديالو كابي صوتي هذا راه بحال عائله الجريه سامع الصوت ديالو ها الوال ديالك فيناوي خويا باغي تبيع وياك باغي تبيع مرحبا خويا شحال الثمن ديالك هو 600 درهم عطيني النمر ديالك اخويا 06 84 43 73 57 57 بالنسبه خويا المصوبي هذا ها صوفي يعني كياكل كياكل راه هو ضارب ضارب عندنا دابا شي سمانه ياك عين تبارك الله ماشي سمانه الماكله ديالو بحال بحال ديال الوطقه بحال ديال الوطقه عطيه الديسير حتى هو كياكلو والدود بلا ما تعطيه الدود واخا عطيه الديسير وبغيتي تهلا فيه كاع الشاري كيضرب بغيتي تهلا فيه خويا المرضي شكرا هاني اخويا ماشي مشكل راه مازال كيحمر واقيلا هذه هذيك حوليه هذيك الشاطئ انا النمره لا ماشي مشكل هذوك الشاطئ غيحمر ما يبش راه جيني سيمولو شي واحد تولى عليه كيرو شحال هنا اخي جاو الثمن ديال اخويا كاين حتى تجوجات الثمن اش تجوج شحال الثمن ديال كل واحد جوج الثمن ديال هذه العاديه دايره 120 جوج 120 هذيك اللي عينيها حمرين 40 لاتينو دايره 180 جوج ديال الاخرين وهذيك اللي تيوا راه ريمبو راه الذكر ديالها تيوا ريمبو والذكر هذا اللهم حيدوه شحال الثمن ديالها هذيك دايره خويا درهم هذا الذكر بوحدو هذا الذكر بوحدو شحال الثمن ديالو هذا 90 درهم 90 درهم كاين هذا عادي ياك شحال الثمن ديالو تيوا عيانه شويه ماشي تبيع نقدر نمشي ندير ليه هذاك الساعه كان شحال هذاك اخويا هذيك انتي واخويا تيوا شحال الثمن ديالها 200 درهم البيض هذيك انتي هو حتى هي موجوده مع عمرها خدمت شحال الثمن ديالها 250 درهم وهاد الاورانج هي انتي شحال الثمن ديالها فيها لا سباغه لا والو
واكله لاباطيله واكله لاباطيله حتى شي حاجه دوريجين وموجوده. شحال الثمن ديالها؟ 200 درهم 200 درهم ولا شي حاجه راه مرحبا و الف مبروك. الله يرضى والسبت والحد. قول لي النمره. النمره راه عندك. لا ما قالش لها. ما تقولهاش سمعتو خليها عندك نعطيها لك انت باش تبغى ولا هادي تواصل معاك انت.